هاي input array بدي عدد الحضور 10 تمام بدي عدد الحضور مالهم 10 او خليهم عشان احنا ما نتعبش كتير بدي عدد الحضور 3 ماشي الان انت عشان المسائل هذه عشان انت تحاول تعرف حالك صح ولا غلط لو ما انطلبش منك انت لحالك تعمل ايش تعمل دالة برنت يبقى انا حاجة هنا لحالي هيك وانا حاسس انه في لسه مشكلة تمام انا حاسس انه في لسه مشكلة تعال نعمل دالة برنت هاي public بعدين void ما ترجعش حاجة برنت array تمام ما بتاخدش شي برضو لانه الاري مالها global ماشي حاجة اقول له for integer i تساوي صفر وال i اقل من مين اللي هي هنا عدد الصفوف حتى عدد الصفوف بده يكون ماله بدي نبعد الها هذه تمام عدد الصفوف بده يطبعها بدي نبعد الها هلا مش جلوبال ماشي تمام او بعمل التالي او بعمل اللي هي اسم المصفوفة student dot مين واضح يا هيك خليه هو بدي بعتك اياه لما تطبع بدي اطبع لي مثلا اول خمسة اطبع لي العشرة ماشي هاي بدي اطبع هو مثلا هنا انتجر ايه هقول له الاي اقل من مين اقل من الاي والاي بلس بلس هذا عشان مين عشان الصفوف تمام يا عبد الله عشان مين عشان الصفوف الاعمدة الان اي فور انتجر جي بده يساوي صفر والجي مالها اقل من مين اقل من السبعة عشان انا عارفها يعني لو مش عارفها ابعتها لي باراميتر والجي بلس بلس الان جوا ايش بدي اعمل بدي اطبع جمل ايش جمل طباعة ماشي بدي اجي بقول له هاي سيستم عشان يبينوا كلهم مع بعض system.out.print تمام بدي اقول له كل مره طبع لي مين طبع لي الفيرست تمام الفيرست اذا تساوي مين الاري اوف الاي اللي هي صفر والكولوم اللي هو مين
طيب هنا كانت المشكلة عندنا، المشكلة كانت عندنا تو لما كان يطلع لي ايدنتيفاير اكسبكتد، انه احنا كنا شايلين هذه، كنا نعمل هيك تمام، كان يطلع لي ايرور ماله هذا، انه التعريف فيه غلط، واحنا كنا مش ماخذين بالنا انه التعريف هنا في داخل المصفوفة student بتساوي new، طبيعي ان احنا كنا بنحط مين، بنحط دائما النوع، واحنا ما خدناش بالنا ماشي. يبقى هنا صار في عندي الدالة هيها input array تستقبل ال input b اللي هو ايه الكولوم، يعني خليه مثلا رو ماشي، خليه رو عشان تفهم انت هو هذا مين، هذا رو واضح، هذا عدد الصفوف اللي هم بيساوي مين، عدد الطلبة اللي احنا عايزينها تمام. فبالتالي باربط انا المصفوفة i اقل من مين، اقل من الرو، واضح كلام. بعدين عملنا هنا الفور لوب، حطينا الستودنتس اي صفر واي واحد عشان ناخد الاسم الاول والاسم الثاني او الاسم الاول والاسم الاخير، وما حطيناهمش جوه تكرار ليش، عشان ما ينمحوش واضح، عشان ما يكتبش عليهم، لكن عملنا تكرار لمين، لايام الحضور اللي هي كان قديش، 5 ايام اللي هي 5 ايام تمام. عشان كده بدينا من 2 لغاية 7، فحتصير حياخد 2 و3 و4 و5 و6، هي 5 ايام، والسبعة مش خدها الان ايه، فيش يساوي، مفيش يساوي. بعد كده عملنا دالة تانية لمين، تعمل برنت اري، تعمل برنت اري تطبع الاي بتساوي اقل من الاي اللي يعرض الصفوف اللي هي الروز، يعني اي هيك الروز، وقلنا هنا استخدم انت عدل وجرب انك تستخدم مين، اللينث اللي كنا نستخدمها مع مين، كنا نستخدمها مع الوان ديمشن اري، اقول له اري دوت لينث واضح بدل هذا تمام كده، وهيك حيصير يطبع ايام الحضور تبعته. هنا عملت استدعاء للانبوت اري، قلت له انبوت اري 6 يعني عايز فيها 6 اسماء، وقلت له برنت اري اللي هي عدد الصفوف تبعتها 3. الان لو عملنا احنا برنت تمام، هيبدا ياخذ مني الاسماء، هقول له مثلا الاسم الاول ايه والاسم الاخير بي، قال لي حط الايه ايام الحضور، هي هنا ما حضرش، حضر ما حضرش، حضر حضر تمام، خلصنا. الان هو عايز اسم مين، الاسم الثاني، هي سي وهي دي، قال لي حط ايام حضوره تمام، الاخ هذا ما حضرش، قال لي حط ايام حضور مين، اي اسم الثالث، الاسم مين الثالث، هي كي وهي جي ايه، ما هو بكرر لكل صف يا استاذ، لكل صف، لكل طالب ماشي، لكل صف لازم يكرر، لكن احنا كنا في الاول المشكلة انه على الصف نفسه بضل واقف على الاي وبكرر 5 مرات، فهمني، فاهمين عليا، هو الطبيعي انه انا كل واحدة من اللي جوا الصفوف هذه مرة واحدة بدي اعملها تمام، مرة واحدة بديش اعمل، بدي اعملها. بعدين قال لك لحط الثالث، هي ار وهي تي، قال لك حط ايام حضوره تمام، عفوا احنا كمان حطينا 1 ماشي، هذا ايام حضوره، هيطلع لنا 1 اسمه 1 1، يبدو انه صار في عندنا انفينيتي لوب لا تمام، هاي هيك ايام الحضور اللي عندنا، عندنا اي بي بدا من هنا لغايه وين كذا، وهي سي دي هاي ايام حضور، وهي كي جي هاي ايام حضور، حطينا 4 كان 0 و1 ماشي، كلامي كلام واضح ولا لا؟ تمام هيك خلصنا. انت كمل على الكلام هذا، ايش هتكمل؟ ان انا عايز احسب عدد ايام الحضور، يعني بدي الف بفور لوب على الناس هذولا واشوف اذا كان 1 بدي ازود له 1 في حسابه، او ازود له درجتين، اذا كان 0 فيش له حاجه، وفي الاخر اطلع كم درجه له لكل طالب من الطلبه. هذه بدها كمان ايش؟ داله، بدها كمان داله، واضح الكلام؟ لف عليهم تعمل ايش لكل طالب عدد ايام حضوره. ممكن تعمل التالي، ممكن انت عشان ما زودش المتغيرات افرض عندك 30 طالب تعمل 30 كاونتر، مش منطقي. ايش بعمل؟ بخلي الكولومز هذول كم واحد؟ 1 2 3 4 5 6 7، بعمل كولوم هنا لمين؟ لعدد ايام الحضور، هذا بحط في الجمع، وكولوم تاني الماركس، بأضرب عدد ايام الحضور في 2 كأنه اكسل، بتصير كأنك تشعر مين على اكسل، يعني انت وشطارتك. هيك احنا
خلصنا السؤال هذا. في حد عنده؟